الدين، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مدينة البليدة بجمعية فوج الفرسان للكشافة الإسلامية الجزائرية تستقبل اليوم كوكبة من الدعاة ومن الشيوخ الذين يرتلون كتاب الله ترتيلا، يخرجونه ويقرؤونه بأحكامه ومخارجه بروايات. ظننت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إدراهم، ناديت والمحراب يحضن أجودي. بليدة القرآن عهد يتجدد ووعد يتأكد، وسيكون إن شاء الله طبعات لاحقة في الثانية والثالثة والرابعة حتى يمر على البليدة من يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم اخترنا في الطبعة الأولى